أن زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لها مكانة خاصة في قلوب المؤمنين، فلا تدع أحدا يزعزع الأمن ليحدث الفوضى. بلغ عن تلك الحالات بالاتصال على الرقم 153 العائد لمديرية الاستخبارات العسكرية. دور مهم لمديرية الاستخبارات العسكرية ومشاركة فعالة في تأمين الزيارة الخاصة بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتمثلت مهامها بنشر كتائب استطلاع قيادات الفرق لتفعيل الجهد الاستخباري وتوفير الحماية للزائرين ضمن قاطع المسؤولية في مدينة كربلاء المقدسة، حيث كان لإعلام وزارة الدفاع جولة ضمن قاطع مسؤولية كتيبة استطلاع فرقة المشاة الخامسة. هذا ولم يقتصر دور مديرية الاستخبارات العسكرية عند هذا الحد، بل كان للكتيبة 43 دور مهم في توزيع التعليمات والإرشادات المختلفة وبث التوجيهات للزائرين من خلال الإذاعة المتنقلة. استنفرت مديرية الاستخبارات العسكرية جهودها الاستخبارية والمعلوماتية ميدانيا وفنيا من خلال انفتاحها في محافظة كربلاء المقدسة، وذلك جاء لتأمين الحماية إلى زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. خارجيا كانت هناك مفارز منفتحة من الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية لرصد التحركات المشبوهة. الزائرون الوافدون إلى مدينة كربلاء المقدسة ثمنوا بدورهم الدور الكبير لقطعات الجيش العراقي في توفير الحماية وتقديم المساعدة لهم. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم ويساهم في زيارة الأربعينية، وخصوصا قواتنا المسلحة الباسلة البطلة التي ساهمت بالجهد وبالمال وقوفا ومساعدة لجميع هؤلاء الزوار. ولولا قواتنا الأمنية الباسلة ومكانتهم وشجاعتهم ووقوفهم في هذا المكان لما تمت هذه الزيارة. الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.